السلام عليكم. والله احنا تايهين كل ساعه انزل احنا ندليك. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك. نزل النجامه، نزعجك شويه ويانا. لا على راسي. انا راح اسالك سؤال. جواب. شنو مخالفتك برايك؟ برايي الحزام. الحزام عاشت ايدك. ليش ما ترتدي حزام الامان؟ وهسه كنت انزل انا جاي من الرمادي. على راسي. يسلم راسي. على راسي. ادور هيئه النزاعات الملكيه. نعم. كل ساعة أنزل أسأل. نعم. والله هسه أقسم بالله. زين، شنو غرامة المخالفة هذه؟ تعرفها لو لا؟ شنو غرامة الحزام؟ 50,000. إحنا أكيد نتمنى لك كل الصحة والسلامة، وأنت ضيف. هلا بيك أنت وأهل الأنبار على راسنا. ترتدي لحزام الأمان. جانبك من نفس حالك. واللي جانبك أيضاً يرتدي. حج ترتدي لنا حزام الأمان. حبيبي. ربي يحفظك. فهسا احنا راح ندلي يدور مديري 42 فرصة حملنا وهذا شارع مسافة. ربي يحفظك، انا اتمنى لك كل الصحة والسلام. كلمة للوطن ان شاء الله. ربي يحفظك. كلمة الى اخوانك سائقي المركبات اللي ما يرتدون حزام الامان واللي يعتبروه شيء مو ضروري. لا ضروري ضروري، او بالاستدام مال السيارة طبعا هذا يطب الارباك ويحميك ويحمي صحيح. احنا للاسف الشديد شفنا هواي حوادث يطلع من جام الامام. صحيح. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه، تروح وترجع بالف سلامه. توكل على الله.